بعد المباراة الكبيرة اللي فاز فيها ريال مدريد على مانشستر سيتي وكانت ملحمة كروية، احنا كنا قاعدين بنتفرج كده وبننهج واحنا بنتفرج، الكرة رايحة جاية هجمة هنا وهجمة هنا، كل جمهور الكرة دلوقتي مستني النهائي الكبير ما بين ريال وليفربول، هيتلعب يوم 28 مايو في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، إيه توقعاتنا للماتش؟ سؤال صعب جدا لأنه في الماتشات الكبيرة اللي زي دي ما بتكونش فيها توقعات لكن فيها أمنيات. احنا بنتمنى طبعا فوز ليفربول وده بالتاكيد عشان محمد صلاح يتوج بهذه البطوله. خلونا نعرف مع حضراتكم من خلال هذا التقرير تاريخ مواجهات الفرقتين مع بعض في التقرير اللي جاي. يوم 28 مايو هيكون ميعادنا مع مباراه كرنفاليه جديده في نهائي بطوله دوري ابطال اوروبا. ليفربول وريال مدريد هيلتقوا على ملعب سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس علشان يتحدد مين الفريق اللي هيكون بطل أوروبا. ريال مدريد صاحب الصدارة في التتويج باللقب 13 مرة، ولا الليفر اللي بيدور على تحقيق اللقب السابع في مسيرته. قبل المواجهة اللي هتجمعهم ببعض، الفرقتين اتقابلوا في 6 مناسبات كلها كانت في دوري الأبطال، وبتعتبر المباراة الجاية هي السابعة في تاريخهم. أول لقاء كان في نهائي دوري الأبطال على استاد حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس يوم 27 مايو عام 1981، وحقق وقتها اللقب ليفربول. المواجهة الثانية كانت في نهائي 2018 وفاز فريق ريال مدريد باللقاء وتم تتويجه باللقب، ودي كانت المباراة الشهيرة اللي خرج فيها نجمنا المصري محمد صلاح مصاب بسبب الالتحام القوي اللي تعرض له من المدافع المدريدي الشهير سيرجيو راموس. حتى لما انتهت مباراتهم مع مانشستر سيتي الإنجليزي وبلغوا النهائي، خرج على طول صلاح وقال إن عنده رغبة في مواجهة الريال علشان يعوض خسارة نسخة 2018. أما في مواجهات دور المجموعات فالفرقتين اتقابلوا في موسم 2008 و2009، وقدر الليفر يحقق الفوز على الريال 5-0 في نتيجة الذهاب والعودة بمجموع المباراتين في دور 16. وقتها ليفربول فاز في جولة الذهاب على الريال بنتيجة 1-0 في أسبانيا، وكرر الفوز في جولة العودة بنتيجة 4-0. رجع الفريق الملكي للانتقام في نسخة 2014 في دور المجموعات وفاز بنتيجة 1-0، وعلى ملعب أنفيلد معقل الليفر فاز الفريق برضو 3-0 بفضل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، وفشل ليفربول وقتها في أنه يتأهل لدور 16 في المسابقة.